الراس مرفوعة للسد العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياه بمناسبة اختتام الأشرار الندوة العلمية الثقافية تحت عنوان انفتاح كوني بخصوصية مغربية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. مولاي صاحب الجلالة والمهابة حامل ملة والدي أدام الله عزكم وعلاكم. بعد تقديم ما يجب من فروض الطاعة والولاء لجنابكم الشريف، استشرف جمعية نبض الحياة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في شخص خدام الأعتاب العلمية الشريفة غيتا يحيى والبنية البحرية أصالة عن نفسهم ونيابة عن كافة المشاركين في هذه الندوة من هيئات ومواطنين ومجتمع مدني، التي تم تنظيمها يوم فاتح مايو 2023 بمدينة طنجة، أن يرفع إلى مقامكم العالي بالله أسمى عبارات الولاء والوفاء مقرونة بأصدق مشاعر التشرف في آداب العشر العلوي المكين. نعم سيدي أعزكم الله، إن هذه الندوة تستلهم مضمونها من توجيهاتكم النيرة وقيادتكم الرائدة، والتي تجسد التأكيد على ضرورة تأهيل وتقنين وتطوير وعقلنة الأحزاب السياسي على اعتبار أهميتها كمؤسسات وسيطة لها دور ريادي في تحقيق وخلق بيئة سياسية أكثر انفتاحا يشارك فيها المواطنون بنشاط العملية الديمقراطية، وتربي لديهم الشعور بالاطمئنان، وهي مسألة تعزز إرادتكم الرشيدة بتعزيز المشاركة في صناعة القرار التنموي، والتي تندرج لدى جلالتكم في إطار من الوطنية الحقة التي تعزز الوحدة والتضامن، وخاصة في المراحل الصعبة لتبني مبدأ الفعالية والنجاعة في تدبير الشأن العام المحلي، لا سيما من خلال توفير آليات وطنية ودولية لتحسين أداء الأحزاب السياسية حتى تكون في مستوى تطلعات جلالتكم، على اعتبار كونها مسألة حيوية في المسار التنموي المغربي، وذلك من أجل التفاعل الدائم مع مستجدات المجتمع المغربي ومتغيراته في مختلف ربوع مهنتكم الشريفة. نعم سيدي أعزكم الله، لقد شكل هذا اللقاء يا مولاي مناسبة لشرح أهم محاور وأهداف ضرورة تجديد المنظومة الحزبية وفق توجيهات جلالتكم السديدة، والتي تصب على أهمية التعبئة الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمواكبة التحديات الإقليمية والدولية، وفرصة لتبادل الأفكار والآراء حول أهمية وقدرة المجتمع المغربي اليوم بنظامه ومؤسساته وقدرته على التغيير والتحول من الضامن ومسايرة المتغيرات الدولية، على اعتبار راسخ لدى جلالتكم بأن التحولات جارية ولا تنتظر أحدا، والمطلوب التكيف حسب الظروف والسياقات وتجاوز الأزمات بنجاعة الوصول إلى مغرب التقدم والكرامة ولهذا التحدي الذي آمن به جلالتكم منذ توليكم سدة الحكم. كما نعلم لجلالتكم يا مولاي عن كامل مشاعر إخلاصنا وتعلقنا الدائم الأبدي والصمدي بأهداف العرش العلوي المجيد وتجندنا الدائم وراء جلالتكم بكل التزام وتفاني في دينامية الإصلاح والبناء والانفتاح التي تقودونها يا مولاي بحكمة وتبصر وثبات لبناء مغرب التقدم والكرامة لتباهى به بين الأمم. كما نرفع أكف الضراعة لله العلي القدير أن يمطر شبيب الرحمة على مبدئ المسيرة الخضراء وموحد البلاد المغفور لجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله وطراه وشهيد الحرية والاستقلال المغفور لجلالة الملك محمد الخامس أسكنه الله فسيح جنانه مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. أبقاكم الله يا مولاي ضخما وملاذا لهذا البلد الأمين ولشعبكم الملتف حولكم والمتعلق بأهداف عرشكم المنير ومتعكم برداء الصحة والعافية وحقق على يدكم ما يصب إليه أبناء هذه الأمة من رفعة وسؤدد. وأقر عينكم بولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن حفظه الله ورعاه وشد عضلكم شقيقكم السعيد صاحب السمو الملك الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب الدعاء ومحقق الرجاء. والسلام على